بين صفحات التاريخ نبحر لاكتشاف سيرة المكان بفكر المنشئين وعيون المقيمين والعابرين. فجدران المماليك شاهدة على عظمة النقوش، وأعمدة الفاطميين حافظة للخط العربي، ومآذن العثمانيين حاضرة بفنون عمارتها، وكلها عصور ضمت كنوزا ونوادر أثرية إسلامية لا مثيل لها في أنحاء العالم. مسجد ضمن مجموعة إنشائية معمارية بتضم مدرسة وكتاب وسبيل وضريح، ورغم أنها تحفة رائعة معمارية لكنها لم يقام فيها صلاة لمدة 5 قرون بخطأ معماري في التصميم الخاص بالقبلة. صاحبها أول من لقب بالباشا، وتاريخ والمصريين ما نسيوش مواقفه اللي غيرت مجرى حكم مصر من العصر المملوكي للعصر العثماني. نحن الآن بين جنبات مجموعة المعمارية لخير بيك. هو مسجد ومدرسة أنشأهما خاير بيك أحد أمراء المماليك الجراكسة. رغم اختلاف علماء الآثار في تاريخ الإنشاء، لكن يقول ابن إياس في سنة 908 هجرية 1502 ميلاديا، وألحق بهما ضريحا وكتابا وسبيل ماء عقب ابتلائه بداء احتار فيه أطباء عصره ولم يجدوا له دواء، فأراد أن يتحبب إلى الناس وأن يكفر عن خيانته لسلطانه قنصوة الغوري آخر سلاطين الدولة المملوكية في مصر. أنشأ هذه المجموعة الأمير خاير بيك ابن ملباي المحمودي أحد أمراء دولة المماليك الجراكسة. هذا الأمير في البداية قدمه والده الذي يعرف باسم ملباي الجركسي إلى السلطان قايتباي المملوكي. ظل خاير بيك يترقى في المناصب داخل الدولة المملوكية حتى وصل في عهد السلطان قنصوة الغوري إلى حاجب الحجاب، وظل يترقى في هذا المنصب حتى وصل أن عينه السلطان قنصوة الغوري نائبا عنه في منطقة أو إمارة حلب. الأمير خاير بيك ابن ملباي المحمودي هو أحد أمراء المماليك الجراكسة، وكان أبوه اسمه ملباي الجركسي. ولد بقرية اسمها صمصوم من أصل أفغاني، وبدايته عندما قدمه أبوه للسلطان قايتباي فتدرج في المناصب الحربية حتى وصل إلى مرتبة حاجب الحجاب في عهد قنصوة الغوري الذي عينه نائبا له في حلب. وظل خاير بيك في هذه المرتبة وتلك المنزلة حتى قدم العثمانيون بقيادة سليم الأول لغزو بلاد الشام، فاتجهوا صوب مدينة حلب، وكانت النتيجة أن عين السلطان المملوكي قنصوة الغوري خاير بيك قائدا على ميمنة الجيش المملوكي. عندما غزا السلطان العثماني سليم الأول بلاد الشام في ذلك الوقت، تولى خاير بيك قيادة أحد أجنحة الجيش المملوكي، وعندما اشتد هجوم الجيش العثماني انسحب خاير بيك، فأدى انسحابه إلى وقوع الاضطراب في صفوف الجند وهزيمة المماليك في موقعة مرج ضابق التي قتل فيها السلطان الغوري ولم يعثر له على أثر. كانت النتيجة لهذه المعركة أن هزم جيش المملوكي في معركة مرج ضابق، وكانت سببا في هزيمة الجيش المملوكي هو انسحاب خاير بيك من المعركة. لم يظل خاير بيك عند مكانته في هذا الأمر، بل ترقى في الأشد من ذلك، تقهقر إلى الأراضي المصرية. طبعا في هذا التوقيت قتل في معركة مرج ضابق السلطان قنصوة الغوري في ذلك التوقيت. وبعد ذلك أخذ خاير بيك في تمهيد الطريق لدخول الجيش العثماني مصر مع نشر الفتنة في الجيش المملوكي المرتد من الشام، مما أدى إلى انهيار الدولة المملوكية والقبض على آخر ملوكهم تومان باي وقتله. وهكذا بدأ حكم العثمانيين لمصر، وكان خاير بيك أول حاكم عليها من قبل الدولة العثمانية سنة 923 هجرية الموافق 1517 ميلاديا،
فصار يتصرف في شؤون البلاد كتصرف الملوك، وكان عهده عهد قسوة وعنف وساءت أحوال البلاد. في هذا التوقيت عين سليم الأول الرجل الأول له أو الذي على ولائه له وهو خاير بيك نائبا وواليا عنه في مصر في ذلك التوقيت، وأطلق عليه لقب خاير بيك في ذلك التوقيت ومجموعة من الألقاب التي حاز عليها بعد أن تولى هذا المنصب. طبعا سيرة خاير بيك داخل الأراضي المصرية نائبا عن السلطان سليم الأول العثماني كانت سيرة سيئة للغاية، وطبعا عانى منه الشعب المصري في ذلك التوقيت معاناة شديدة جدا نتيجة العنف والقسوة التي اتبعها في التعامل مع المصريين. المشهد الخارجي للمسجد والمدرسة يتكون من القبة الجميلة سطحها محلى بزخارف نباتية، والمدخل المعقود الذي تغطيه مقرنصات، وكلها تكون مجموعة متناسقة امتازت بعدم بنائها على خط واحد مما زاد في جمال التكوين. هذا المسجد بين جنابيه يضم ضريح وكتاب لتعليم الأطفال ومدارس لتعليم المذاهب الفقهية، ويوجد أيضا به سبيل ماء. هذا السبيل لما اشتد على خير بيك المرض جعل هذا السبيل وصنعه من أجل أن يشرب الناس ويحبب الناس فيه. استمر خير بيك على نيابة مصر إلى أن مات في يوم الأحد 14 من ذي القعدة سنة 928 هجرية، وكانت مدة نيابته على مصر 5 سنوات و3 شهور و17 يوم، ليطلق عليه المصريون لقب خائن بيك، وهو نفس اللقب الذي أطلقه عليه السلطان العثماني سليم الأول. بعد ذلك طبعا وصل خبر وفاة خير بيك إلى الشعب المصري في ذلك التوقيت في يوم 14 من ذي القعدة سنة 928 من الهجرة، هذا التوقيت 1522 من الميلاد، كان خبر صار جدا للشعب المصري أن تم طبعا التخلص بوفاة خير بيك. تتكون مدرسة خير بيك من شكل مستطيل يتوسطه صحن مغطى، ويشكل أضلاعه الأربعة إيوانات متعامدة، إلى أن الإيوانين الشرقي والغربي أكثر عمقا من إيوان القبلة الذي يشكل الضلع الجنوبي من المدرسة. هذا المسجد له قصة غريبة جدا. هذه القبلة التي أقف أنا أمامها الآن، المعماري الذي بنى هذا المسجد جعل هذه القبلة على غير وجهتها، ولذلك هذا المسجد لا يصلي فيه أحد منذ 5 قرون، ولذلك أيضا في هذا المسجد العظيم الذي هذا البناء والصرح هذه المدارس التي كانت موجودة فيه للتعليم المذاهب الفقهية. المهندس الذي أنشأ هذا المسجد قام بوضع القبلة في اتجاه مغاير لاتجاه القبلة الصحيح، هذا الأمر طبعا أدى إلى أن هذا المسجد لم تقام فيه صلاة واحدة ولم يصلي فيه أحدا من المسلمين نتيجة أن القبلة في غير محلها أو في غير مكانها الصحيح. بالمدرسة مدفنان، أحدهما كبير يتكون من مربعات يتخللها فتحات النوافذ، ويحيط بأعلى الجدار شريط رخامي يعلوه نص كتابي يضم ألقاب خير بيك. أما المدفن الآخر يتكون من مربع يحتوي على نافذتين، إحداهما تطل على الطريق والأخرى على المدرسة. هذا المسجد ملحق به مجموعة من سواء من الأضرحة أو مجموعة من المدرسة التي خصصها خير بيك للتدريس، وكذلك السبيل لسقيا الماء للمارين في هذا الشارع الذي نحن نقع فيه اللي هو شارع الوزير. طبعا هذا المسجد اعتنى به الدولة المصرية ووزارة الآثار المصرية قامت بالعديد من الترميمات داخل قلاع هذا المسجد لأنه يثبت قيام طبعا حضارة قوية في ذلك التوقيت وهي الحضارة المملوكية التي حكمت الأراضي المصرية زهاء قرنين من الزمان. أما ميدانة المدرسة فتعلو المدفن الصغير بجوار القبة، وهي تتكون من 3 طوابق تقوم على قاعدة مربعة الشكل، يتكون الطابق الأول من الشكل المثمن، أما الطابق الثاني مستدير الشكل، وتمتاز هذه الميدانة أنها تحتوي على سلالم تلتف حولها بشكل حلزوني. روايات التاريخ تقول عندما اشتد المرض بخير بيك لزم الفراش وأصيب بالشلل التام، حتى أن الأطباء احتاروا في علاجه فلجأ للتصدق على الأطفال في الكتاتيب بمحيم الفضة ليدعو له بالشفاء، وعندما اشتد به المرض أعتق الجواري والمماليك
وأفرج عن كل من سجنهم ظلم، ووزع الحبوب والغلال على المحتاجين والفقراء. لو سرنا بالتاريخ لوجدنا أنه في فترة من الفترات لما اشتد عليه المرض شديداً واحتار الأطباء في وجود الدواء لهذا الداء، ماذا صنع؟ التجأ أو لجأ إلى الأعمال الخيرية، فبدأ يصنع أعمالاً خيرية. تردد في أذنه صدقة السر تطفئ غضب الرب، تردد في أذنه أيضاً عمل الخير والبر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أخذ ينفق على الأطفال الذين يتعلمون في هذا الكتاب الذي صنعه، كما أخذ أيضاً يوزع الغلال والحبوب، حتى أنه قام بتوزيع 10,000 أردب على الفقراء والمساكين، بل وأخرج الذين وضعهم في السجن وظلمهم، وأخذ يتودد إلى الناس ويتقرب إلى الناس ويعفو عن الناس ويتضرع إلى خالقه وإلى مولاه. وهناك روايات تقول عن فترة مرض خير بيك أنه لم يرى الناس أحسن من هذه الأيام في عهده، فجاد على الناس وبر الفقراء. في عام 1522 مات خير بيك واتدفن بضريحه في المسجد. كمان المجموعة المعمارية على مر العصور شهدت محاولات كتيرة للترميم والصيانة عشان تبقى شاهدة على أهم أحداث ودروس تاريخ المملوكي.